هذه السائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها بحيث يكون مشابها لشعر الرجل؟ نعوذ بالله، هذا تشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. فهذا لا يجوز للمرأة أن تقص شعرها حتى يصبح كشعر الرجل أو كرأس الرجل. نعم.